السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الصناعي قسم التركيبات والمعدات الكهربية الصف الثالث. مرحبا بكم في إحدى حلقات في بيتنا مدرسة من التلفزيون المصري. أبنائنا وبناتنا ربنا يحمينا ويحمي بلدنا جميعا من كل شر. أبنائنا وبناتنا كنا الحلقة السابقة في خدنا المحرك التوافقي وقلنا ليه سمي توافقي. قلنا لأن سرعة المجال الدائر بتساوي سرعة العضو الدائر. كمان خدنا أن التركيب هو نفس تركيب المولدات التوافقية، وبناتنا وأبنائنا كانوا في مقارنة عملوها مع بعض معانا في الحلقات السابقة. خدنا بعد كده علل لا يبدأ المحرك التوافقي حركته من تلقاء نفسه، يحتاج المحرك التوافقي إلى وسيلة لبدء حركته، يحتاج المحرك التوافقي إلى طيارين، التيار المتردد والتيار المستمر. وجاوبنا كلها كانت نظرية العمل، وشفنا لابد أن تدور سرعة العضو الدائر بنفس سرعة المجال الدائر حتى يسمى توافقي. خدنا كمان طرق بدء حركة المحرك التوافقي عن طريق آلة خارجية أو عن طريق بدء الحركة استنتاجي ثم توافقي. بعد كده قلنا مميزات وعيوب المحرك التوافقي واستخداماته، وكان من أهم استخداماته لما قلناها أن سرعته ثابتة جميع تقريبا في جميع الأحوال، وخدنا كمان زاوية الحمل وعزم الانقلاب. أبنائنا وبناتنا قلنا من المحركات التوافقية من المحركات المهمة جدا وشرحناها الحلقة السابقة. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض حاجة بندرسها دايما ودايما بنأكد عليها أنها موجودة في الحياة العملية بكثرة، وحضراتكم وكل الشعب المصري أو كل العالم من أكثر المستخدمين بها، ألا وهي الاندكشن موتور، المحركات الاستنتاجية الثلاثية الأوجه. إن شاء الله إن عيشنا وكان لينا أجل هندرس مع بعض المحركات الاستنتاجية ذات الوجه الواحد في هذا العام. من تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن مفيش أجزاء ملغية، معنى ذلك أن المناهج أبنائنا وبناتنا في الكتب وفي تعليمات واضحة لهذا الكلام للسادة الزملاء في جميع المدارس. يعني ما نتوقعش أن في جزء مش هنذكره أو جزء مش هنراجعه مع حلقات التلفزيون. ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على القناة الخاصة بالتعليم الفني فقط لتوضيح المناهج والتعليمات اللي موجودة بتنزل من الوزارة لصالح أبنائنا وبناتنا أجمعين، والتوفيق لكم جميعا ولنا بإذن الله. أبنائنا وبناتنا المحرك الاستنتاجي هنبدأ كده نقولها بالطريقة دي مع بعض. انت بتحط الفيشة بيشتغل الموتور، صح؟ صح. طيب يعني هقول لحضرتك تعريف المحرك الاستنتاجي هو آلة. احنا خدنا كلمة آلة بناتنا، صحيحين، كلمة آلة تعني ان في جزء ثابت وجزء متحرك. اما الجهاز زي جهاز اللابتوب ما فيش أجزاء متحركة غير المؤشر، فبنقول جهاز. فمعنى ذلك أن الآلة يوجد بها جزء ثابت وجزء متحرك، سواء الآلة دي مولد أو محرك أو. أما كلمة جهاز فتختلف عن كلمة. يبقى المحرك الاستنتاجي هو آلة تحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية أو ميكانيكية. وقف، ما اقولش هنا سرعة التوافق لان في كلام تاني هنا في المحركات الاستنتاجية عموما، الا وهي الانزلاق، وده له حلقة خاصة باذن الله في اذا كان في العمر بقي. المحركات الاستنتاجية من اكثر المحركات استخداما في الحالة العملية، وحنقولها بالطبيعة كده ما في بيت ولا في مكان ورشة الا ما يكون في محرك استنتاجي، سواء واجي واحد او ثلاثي الاول. طبعا عندنا في البيت ايه؟ موتور المية. موتور المية ايه؟ محرك استنتاجي واجي واحد. لا، في بعض المحركات في المنازل بتبقى ثلاث اوجه في الابراج والعمارات على اساس ضغط المية وقدرته بيرفع المية للادوار العليا. يبقى المحرك الاستنتاجي في ابسط تعريفه هو آلة تحول الطاقة الكهربية الى طاقة حركية او ميكانيكية. تمام؟ تمام. من اكثر المحركات استخداما في الحياة العملية، لو أنا طالب ذكي أو بذاكر زي حضراتكم أبنائنا وبناتنا، حاجة منتشرة في السوق قوي، هتقولها ليه؟ ببساطة جدا يتبادر إلى ذهنك رخيص الثمن، صح؟
جوده عاليه، صح؟ تخيل. يبقى هنا الحاجه اللي منتشره في السوق سواء اي ماده او اي اله او اي جهاز، يقول لك جوده عاليه ورخيص، تمام. طب احنا فنيا ككهرباء، كقسم التركيبات والمعدات الكهربيه، هقول معامل القدره بتاعه متقدم، صح. هقول عزم البدء جديد، صح. هقول سرعته تقريبا ثابته وساعات ممكن تتغير، صح. يبقى هنا الاجابه على السؤال بالفطنه مع المذاكره، مع المذاكره والمراجعه سواء في الكتب او زملائنا الافاضل في المدارس او حلقات التلفزيون اللي مخصصه لكم قناه خاصه بالتعليم الفني لجميع المواد. تعالوا نشوف الكلام اللي احنا قلناه، ولماذا سمي استنتاجي؟ تمام. يعني احد ابنائنا بيقول لي زي ما كان التوافقي سمي توافقي ليه؟ ما احنا قلنا في التوافقي سرعه المجال الدائر بتساوي سرعه العضو الدائر، كلام مفهوم منه. اما الاستنتاجي لو خدت بالكم التعريف قلت ايه؟ قلت وآلة تحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية أو ميكانيكية ورحت واقف، صح؟ تمام. ما قلتش هنا سرعات. يبقى هنا كلمة استنتاجي هنعرف لما نشوف شاشتنا الجميلة هتعرض لنا إيه النهاردة؟ المحركات الاستنتاجية الثلاثية الأوجه أو الحثية أو التأثيرية. بداية أشهر أنواع المحركات استخداما في العديد من التطبيقات، وهي تتكون زي ما قلنا من عضو ساكن وعضو دائر وبينهما ثغرة هوائية. ثغرة هوائية يا مستر احنا الكلام ده عندنا في الورشة، ده احنا بنلفه دلوقتي. انت صح. زملائنا الافاضل في التدريبات العملية اللي هي الورش في المدارس كلها بيلفوا هذا الموتور حاليا، كيفية تعليم الطالب مهارة وضع السلك ولف الموتور. طيب تعالى نشوف مع بعض ايه اللي بعد كده. ما سبب تسمية المحرك الاستنتاجي بهذا الاسم؟ الإجابة هتاخدوها شفويا من حضراتنا كده مع بعض. المحرك الاستنتاجي سمي بهذا الاسم لأنه يبدأ الحركة من تلقاء نفسه، لا يحتاج لوسيلة مساعدة. رقم 2، لأن سرعة المجال الدائر لا تساوي سرعة العضو الدائر. ليه؟ قال فيه نسبة انزلاق، والكلام ده هيبان معانا قوي لما نيجي نشرح الانزلاق. نشرح الانزلاق اللي احنا هنقوله ان شاء الله في الحلقات القادمة، اللي هو الفرق بين سرعة المجال الدائر وسرعة العضو الدائر. سمي استنتاجي لانه يستنتج الحركة من تلقاء نفسه، وسرعة المجال الدائر لا تساوي سرعة العضو الدائر. ده اجابة عن السؤال اللي على شاشتنا هنا بهذا الكلام. تعال نشوف مع بعض بقى ايه الحاجة اللي بعد كده، اللي هي تركيب المحرك الاستنتاجي ثلاثي الأوجه. بداية أبنائنا وبناتنا المفروض ان احنا حضراتكم في المدارس كلها دلوقتي شغالين على هذا النوع من المحرك، ومتهيألي ان احنا شرحنا اجزاء منه يا مستر، احنا ما خدناش محركات. حاضر. حضرتك الموتور اللي في الورشة او موتور المية اللي حضرتك بتشوفه هو ده المحرك الاستنتاجي الثلاثي الأوجه. عبارة عن ايه؟ ايوه بناتنا هم قال عضو ثابت وعضو دائر. العضو الثابت يشتمل على، برافو، هيكل خارجي. طب سؤال كده، الهيكل الخارجي حضرتك وانت الموتور شغال بتحط ايدك عليه بتتكهرب؟ لا. يبقى ماده غير مغناطيسيه. بص حضراتكم ابتديتوا تجاوبوا ازاي؟ خدنا الكلام ده سواء في المولدات او المحرك التوافقي بالتقريب. يبقى العضو الثابت يشتمل على 1، الهيكل الخارجي يصنع من ماده غير مغناطيسيه. افتكرت هتقول من الصلب الملحوم او الالومنيوم. طيب خلاص كده وظيفته ايه؟ حماية الالة من الصدمات الخارجية. انت بتلبس الجاكيت عشان تحمي جسمك. حماية الالة من الصدمات الخارجية. رقم 2 من الوظائف حمل رقائق وملفات العضو الثابت. يبقى الهيكل الخارجي يصنع من كذا، وظيفته كذا، وبه فتحات للتهوية لامرار الهواء لتهويه العضو الثابت. يبقى اول حاجه الهيكل، تمام، خدناه، تمام. وهنشوف الكلام ده مع شاشتنا، هنشوف محضرالنا في الصور قد ايه. رقم 2 رقائق العضو الثابت. رقائق العضو الثابت نشرحها، طب نقولها كمان للتذكره عشان الاجازه. رقائق العضو الثابت هي تصنع من شرائح الصلب السيليكوني المجمعه والمعذوله عن بعضها على هيئه دوائر مشقوق بسطحها الداخلي.
تمام، لا بنات تصحين قوي النهارده. الداخلي مجاري الطوليه توضع بها ملفات العضو الثابت. طيب رقم 3 في العضو الثابت الملفات. الملفات تصنع من سلك النحاس الاحمر المعزول وتوضع لكل وجه على حدة في المجاري وتتصل مع بعضها اما نجمة واما تلت. اما العضو الدائر فحضراتكم هتقولوا المقارنة بعد الشرح، يعني هنعمل عملية تنشط كده بيننا وبين بعضينا هنقول كده. طيب حضرتك اللي قلته دوت عايزين نكتبه، طب ما تيجي نشوفه مع شاشتنا كده هنقول ايه. بداية العضو الثابت، يبقى هنا تركيب، ادي الشكل العام لأي محرك استنتاجي موجود. طبعا شايفين الهيكل الخارجي من بره، وادي عمود الدوران باللون الاصفر، ثم دي الروزيتا اللي احنا بنوصل منها الاطراف ما يبقاش السلك طالع، ودي القواعد بتاعت العضو الثابت عشان يرتكز عليها. كمان في هنا مفروض يكون في علقتين لو الموتور معلق في ادوار او في اماكن عاليه، وادي الغطاء فيه طبعا الزعانف، هذه الزعانف ليه تعتبر وسيلة للتبريد بجانب الغطائين الجانبيين. لو احنا قلنا العضو الثابت يشتمل على ادي قطاع من المحرك، قطعنا جزء طبعا، وحضراتكم واخدين الرسم في الصف الثاني والصف الاول ازاي باخد قطاع في الجزء الآلة عشان اشوف الاجزاء اللي خارج داخلية. ادي المجاري بتاعت العضو الثابت، وادي الهيكل من بره، وادي عمود الدوران، وادي حلقات الانزلاق او رمان البيلي او كراسي المحور اللي احنا بنقول عليها، وده عمود الدوران. طيب ايه تاني بالنسبة للشكل دوت؟ هنشوف شكل تاني مع بعض. العضو الثابت اللي هو الهيكل والرقائق والملفات، ودي اللي احنا قلنا عليها شرحها بيكون زي ما احنا قلناه، العضو الثابت يشتمل على الهيكل والرقائق والملفات، وقلنا الهيكل يصنع من ايه وظيفته. رقائق الحديدية لرقائق العضو الثابت تصنع من ايه وظيفتها. رقم 3 الملفات، بس ما قلناش وظيفتها صح، تمام. يبقى الملفات تصنع من سلك النحاس الاحمر المعزول وتوضع ثلاثية الاوجه في المجاري، وظيفتها. انت مركز قوي يا مستر. حضرتك خدت في المولدات وظيفة الملفات هي توليد القوة الدافعة الكهربية، اما في المحركات ايوه هي المسؤولة عن توليد المجال المغناطيسي الدوار. تاني، يبقى وظيفة الملفات هي توليد المجال المغناطيسي الدوار. يا مستر انت قلت نظرية العمل سواء للمولد او للمحرك، وقلت لنا الاتنين قانون فرضاي صح؟ طب ذكرنا كده، هقول لحضرتك للمولد وهسيب لكم المحرك اللي احنا بنشرحه. في المولدات التوافقية في الباب الاولاني، اذا قطع حركة موصل 3 ساحة مغناطيسية تتولى قوة دفع كهربية تكون اكبر ما يمكن لما يكون زاوية القطع 90، ده للمولد. للمحرك هقول لحضرتك انا عايز الحركة، يبقى هي اللي هتتولد. هقول له اذا وضع موصل يحمل تيارا كهربيا في مجال مغناطيسي فانها تنشا قوه تعمل على تحريك هذا الموصل. الاثنين قانون فرضاي، بس هنا بستنتج القوه الدفع الكهربيه، اما في المحركات بستنتج برافو عليكم الحركه. يبقى هنا احنا قلنا الكلام ده في بدايه حلقاتنا في التلفزيون المصري، خدوا بالكم ان قانون فرضاي اساس تشغيل الات التيار الكهربي. قانون فرضاي للمولد وقانون فرضاي للمحرك، والاثنين الفرق بينهم بسيط جدا، وانتوا عندكم الفطنه باذن الله بالتوفيق ان انتوا تميزوا من كلمه مولد وكلمه محرك. تعالوا نشوف مع بعض العضو الدائر. العضو الدائر او العضو الثابت الاول، بص كده الشكل العام بتاعنا ده الهيكل الخارجي، بص جايبينه ازاي في تلفزيوننا حتى بالالوان هنا، ادي الهيكل الخارجي والقواعد بتاعه. تعالوا شوف هنا الرقائق العضو الثابت، ملاحظ حاجه ان الشرايح كل شريحه لوحدها دي على شكل ترس يا مستر. بالتقريب هي بتطبع على كده فعلا شكل ترس. وادي المجاري، وطبعا سؤال كده بينا وبين بعضين المجاري دي شكلها ايه؟ تمام، مجرى نص مفتوحه، احنا خدنا الكلام ده في المولدات يا مستر صح، برافو عليك. يبقى هنا رقائق العضو الثابت تصنع من شرايح
الصلب السيليكوني المجمعة والمعزولة عن بعضها والمشقوق أيوة بسطحها الداخلي مجاري طولية توضع بها الملفات. ده العضو الثابت طبعا ناقص هنا الملفات وهنوريها لكم دلوقتي إن شاء الله. تعالوا نشوف مع بعض الملفات. شايفين بقى كده الملفات فين اهي، وادي مجاري العضو الثابت صح كده ولا ايه، وادي الروزيت من بره لاطراف التوصيل. خدنا بالنا كده ان الملفات معموله ازاي، مربوطه بالقطن بس مش القطن بتاعنا بتاع، لا ده قطن عازل وكمان معزوله عن طريق البرزبان والفبر على في سقف المجاري هنا. يبقى هنا الهيكل وبعدين رقائق العضو الثابت طبعا متداريه بالملفات، وادي الملفات. يبقى العضو الثابت ثلاث حاجات وادي شرحهم على الطبيعه وقدام منك الشكل. طب وديت قلت لك اصبر عليا شويه، ده العضو الداير، ده العضو الداير ده حضراتكم هتقولوا المقارنه بس بعد ما نشرح. ده العضو الداير اللي هي المبينة القفص سنجاب وفي عضو داير ملفوف. يبقى هنا خدنا العضو الثابت، تعالوا نشوف مع بعض الجزء اللي بعد كده. الصورة دي بتقول ايه؟ في هنا حلقة تعليق، ودي اللي قلناها من دقيقتين ان في بعض المواتير بتبقى معلقة فوق الارض، يعني ارتفاع او المكان اللي انت عايزه مش عايز الموتور زي في المنور في العمارة تحت في الارض، لا ممكن يكون جنب باب الشقة او جنب الشقة في الدور الرابع او الخامس او السادس، فبيتعمل له تعليقة من الهيكل من فوق ليتثبت عشان ما يقعش. فلذلك قلت لك خد بالك ان في تعليقة في اول شكل في المحرك الاستنتاج، قلت لك في تعليقة هنا بتتحط بحيث ان المحرك لو انت عايز تستخدمه في الادوار العليا. لو انت عايز التوضيع على شاشتنا كمان للتأكيد، ولانكم عزاز علينا ابنائنا وبناتنا ثروتنا القومية كلها فيكو ان شاء الله ربنا يوفقكم، ادي الشكل كقطاع بالرسمة، العضو الثابت و الرقائق والملفات وكمان الهيكل من بره بشكل الطبيعي بتاعه بالرسم قدامنا. ده موجود على شاشتنا، موجود هنا قدام مننا بالشكل ده، ادي العضو الثابت من بره وبعدين مجاري العضو الثابت، ومن جوه هتلاقي هنا زائد وناقص اللي هي الملفات. هنا ده بالنسبه لي عمود الدوران او العضو الدائر سواء قفص سنجاب او بعد كده ملفوف، وادي عمود الدوران او محور الدوران. الزياده عليا في هذه الرسمه الا وهي حلقه التعليق لما قلنا للاماكن العليا. رسمه ثانيه هنشوف مع بعض العضو الدائر. العضو الدائر ابنائنا وبناتنا ينقسم الى نوعين، العضو الدائر قفص سنجاب والعضو الدائر الملفوف. ايه ده؟ ده في مقارنه. ايوه ابنائنا وبناتنا كلهم صحيين فعلا في مقارنه، لان ما دام في نوعين مختلفين يبقى لازم اقارن ما بينهم من حيث التركيب وحيث الاستخدام والشكل العام ومميزات ده وعيوب ده. ليه؟ كل واحد من التصنيع من الديزاينر بتاعه التصميم له استخدام معين لازم امشي عليه، وهنشوف الكلام ده في استخدامات المحركات والمقارنه بينهم. العضو الدائر قفص سنجاب يستخدم في ايه والعضو الدائر المرفوف يستخدم في ايه، ده تركيبه ايه وده تركيبه ايه، نشرحه لحضراتكم واخدينه في التدريبات العمليه. طيب هنشرحه بعدين نوريكم الرسم، ايه رايكم؟ تمام. العضو الدائر قفص سنجاب عباره عن رقائق من الصلب السيليكوني المجمعه والمعزوله لتفادي التيارات الاعصاريه ومفاقيد التخلف المغناطيسي ومفاقيد الحديه، صح؟ تمام. يبقى انا هنا جميع الرقائق الصلب السيليكوني ليها مميزات لازم امشي عليها. ان شاء الله لما تكملوا المعاهد والكليات في سبيكه بقى لها فتره مستخدمه في الحاله العمليه اللي هي سبيكه البيرمالوي. سبيكه البيرمالوي معامل النفاذيه المغناطيسيه بتاعها عالي جدا، يقلل من التيارات الاعصاريه، يقلل من التيارات الاعصاريه ومفاقيد التخلف المغناطيسي. يعني معنى ذلك يا مستر يعني الصلب السيليكوني راحت عليه؟ لا هو شغال، ولكن في بعض المحركات اللي هي في الحديثة دي ابتدوا يستخدموا سبيكة البيرمالوي. خصائصها ان التخلف المغناطيسي والتيارات الاعصارية قليلة، وبالتالي برافو عليكم برافو عليكم، ترفع جودة المحرك، ترفع جودة المحرك كل ما المفاقيد قلت. يبقى العضو الدائر قفص سنجاب عبارة عن شرائح من الصلب السيليكوني المجمعة والمعزولة عن بعضها على هيئة دوائر
مشكوك بسطحها الخارجي مش الداخلي، الداخلي بتاع مين؟ العضو السري. مجاري الطولية توضع بها، نركز بقى، توضع بها أسياخ من الألمونيوم أو النحاس وتقصر على نفسها من الناحيتين. يعني العضو الدائر ليس له أطراف القفا السنجاب، العضو الدائر ليس له أطراف في القفا السنجاب. ده يستخدم في السرعات العالية، يستخدم في السرعات العالية، سرعته تقريبا ثابتة، سهل التركيب، رخيص الثمن، جودة عالية، معامل قدرة عالي مرتفع. إذا أنت قلت المقارنة يا مستر، آه، لأن أنا هقول الملفوف وحضراتكم هتعملوا المقارنة بين الاتنين. طب تيجي نشوف الأشكال بتاعته، تعالوا نشوف شاشتنا الجميلة هنا في قناة التعليم الفني هتورينا الشكل إزاي. نشوف الشكل بتاعنا هنا إيه، آدي العضو الدائر قفا السنجاب عبارة عن شاف الشرايح من الصلب السيليكوني، وهنا أسياخ من الألمونيوم مقصورة على نفسها من الناحيتين، نركز كده، مقصورة على نفسها من الناحيتين، ليس لها أطراف. دي المروحة التهوية دي بعدين هنقول لكم عليها. يبقى هنا ديت اهي، خدت بالك كده، الأسياخ مقصورة على نفسها سواء من الألمونيوم أو النحاس. الأسياخ لو من الألمونيوم يبقى حلقتين القصر من الألمونيوم عشان معامل التمدد الحراري، لأن أنت لو عملت الأسياخ من النحاس والحلقتين من الألمونيوم، النحاس بيتمدد عند درجة حرارة معينة والألمونيوم بيتمدد عند درجة حرارة معينة، ممكن القضبان تفك من بعضها. يبقى لو الأسياخ من الألمونيوم حلقتين القصر من الألمونيوم، الأسياخ من النحاس يبقى حلقتين القصر من النحاس عشان تضمن أن القضبان ما تتفككش من بعضها ويتلف المحرك. ده المحرك الاستنتاجي أو العضو الدائر للقفص سنجاب. تعالوا نشوف شكل تاني مع بعض، ايه رأيكم كده على الطبيعة؟ العضو الدائر ذو القفص سنجاب، تلاحظ كده مفيش أطراف، لا يوجد لها أطراف. دي طبعا الأسهم بتبين كل جزء من العضو الدائر للقفص سنجاب. طب أنا لو حبيت أحط عليه ريشة مروحة، ريش المروحة اللي أنا قلت لك هتكلم عليها لما تيجي تركب المروحة على عمود الإدارة بعد ما تصنع القفص سنجاب، اللي هي الريش الكبيرة من ورا دي، من هنا ومن هنا من ناحيتين، بحيث ان انت هنا بيبقى عندك مروحة ذاتية، وهنقولها زي موتور بتاع العربية يبقى فيه مروحة قدام منه شغالة مع عمود الدوران لإمرار الهواء داخل العضو الثابت والعضو الدائر. طيب العضو الدائر الملفوف عبارة عن ايه؟ هقول لك عبارة عن شرائح من الصلب السيليكوني المجمعة والمعزولة عن بعضها. هتقول لي ايه ده زيه زي القفص، بقول لك اصبر عليا. عبارة عن شرائح من الصلب السيليكوني المجمعة والمعزولة عن بعضها على هيئة دوائر، مشقوق بسطحها الخارجي مجاري طولية، توضع بها سكته يعني، توضع بها هنا ملفات. يبقى القفص السنجاب هتوضع هنا ايه؟ اسياخ من الالومنيوم او النحاس وتقصر على نفسها. اما العضو الدائري الملفوف، شوف كلمة الملفوف اللي هو ذو حلقات الانزلاق، يبقى توضع في المجاري ملفات نحاسية تقصر على بعضها وتوصل اطرافها بحلقات الانزلاق. ولذلك في بعض الكتب يقول لك ذو العضو الدائري الملفوف او ذو حلقات الانزلاق. يبقى القفص السنجاب ما كانش فيه حلقات انزلاق، ليه؟ تمام، قفص السنجاب ما فيش حلقات انزلاق لان ليس له اطراف. اما الملفوف فله حلقات ايه؟ انزلاق، عشان توصل الاطراف العضو الدائر بيها. وفي نفس الوقت هناخد الكلمتين دول وهنشيلهم في معانا في الصندوق. العضو الدائر له ايه؟ اطراف. فين؟ الملفوف، هنخليها بعد كده عشان لما نيجي نقول لك طرق بدء الحركه. يبقى العضو الدائري وبنبهه، العضو الدائري الملفوف له اطراف توصيل بقصرها عن طريق حلقات الانزلاق وهنستخدمها فيما بعد. تمام، الكلام ده خدتوه في الرسم، وهنشوف الرسم بتاعه اللي هو على شاشتنا هنا اهو. برافو عليك اهو. العضو الدائري الملفوف، خدتوا بالكم من حاجه؟
ادي اطراف ملفات العضو الداير مع حلقات مين؟ الانزلاق، مع حلقات الانزلاق. مش هنتكلم على الجزئيه دي اللي هي مقاومه بدء الحركه الا في طرق بدء الحركه، والكلام ده انا قلت لك اصبر عليه شويه. ليه؟ انا قلت لك بس خد بالك ان العضو الداري الملفوف له اطراف. لما نيجي نتكلم على طرق بدء الحركه اقول لك تعالى لي، احنا قلنا ايه؟ ان العضو الداري له اطراف، هنوصل مقاومات معه. ده الشكل العام للعضو الداري، قفص سنجاب والعضو الداري الملفوف. ايه رايكم بقى ابنائنا وبناتنا على الهواء كده مباشره نقول مع بعض المقارنه؟ ودي احد المقارنات المهمه جدا في منهجنا. خدنا مقارنه قبل كده، خدنا المقارنه بين العضو الداري قفص سنجاب والعضو الداري ذو الاقطاب البارزه والاقطاب الغاطسه. النهارده هناخد المقارنه بين القفص سنجاب والملفوف في المحركات الاستنتاجيه. في مقارنه ثالثه ممكن تقولوها بس بعد ما نخلص شرح المحركات الاستنتاجيه. الفرق بين المحرك التوافقي، او مقارنه بين المحرك التوافقي والمحرك الاستنتاجي. المقارنات ديت بتعمل تقريب للمذاكره مع حضراتكم، وفي نفس الوقت بتستفيدوا ان تعرف الفرق بين كل المحركات وده يتميز بيه وده يتميز بيه. يعني هناخد ايه النهارده كمان؟ هناخد المقارنه بين العضو الداري قفص سنجاب والعضو الداري ملفوف للمحركات الاستنتاجيه الاندكشن موتور. تعالوا نشوف مع بعض بقى، وعايز اسمع المقارنه بين الشباب والبنات، مين اللي هيفوز النهارده؟ نقول مع بعض المقارنه ونشوفها على شاشتنا هنا. في حاجه مهمه جدا اللي هي ان العضو الداري ملفوف يمتاز انه عزم البدء بتاعه كبير ويستخدم في الاوناش والمصاعد. افتكر الكلمتين دول واحنا داخلين على المقارنه، افتكر الكلمتين دول واحنا داخلين على المقارنه. العضو الداري الملفوف عزم البدء شديد ويعمل في الاوناش والمصاعد. تعالوا نشوف مع بعض بقى كده المقارنه اللي هتبقى موجوده على الشاشه. قارن بين المحرك ذو العضو الداير قفص سنجاب والعضو الداير الملفوف. المقارنه جميله جدا، ويا ريت نذاكر مع بعض كده ونقولها مع بعضينا ونشوفها الكلام هيكون ازاي. تعالوا مع بعض. انا قلت العضو الداير قفص سنجاب كله في الشرح مع حضراتكم، هنقوله تاني. العضو الداري الملفوف تركيبه معقد وصيانته صعبه مكلفه. ليه؟ الله، ده في ملفات في العضو الداير وفي حلقات انزلاق، صح. العضو الداري قفص سنجاب تركيبه بسيط وصيانه سهله واقتصادي، ده عباره عن اسياخ من الالومنيوم او النحاس، سهله. لا هبص على لو في عطل ابص الاقي الشرخ موجود في القضيب هغير القبه. لكن الملفات محتاجة خطوة لف ومحتاجة لسلك ومحتاجة بسمك معين ومحتاجة ورنيش، يبقى هنا مكلفة وصيانة صعبة. أما العضو الداري قفص سنجاب فصيانة سهلة، تمام. رقم اتنين، العضو الداري الملفوف يبدأ الحركة بعملية معقدة وزمن أطول. العضو الداري قفص سنجاب يبدأ الحركة بسهولة جدا وسرعة. الدليل حضرتك في المنازل عندنا لما بتيجي توصل الماتور بتاع الميه بتاخد وقت، ولا بتحط الفيشه بالنسبه لك بيشتغل الماتور، صح؟ ده المحرك الاستنتاجي. اما المحرك ذو العضو الداري الملفوف محتاج ياخد وقته. وهقول لك يعني هغششك كده شويه، الاسانسير وهو طالع بياخد حوالي نص دقيقه عشان يبتدي يطلع، وهتلاقي فيه القفزه بتاعته اللي بنقول عزم البدء شديد. عزم البدء شديد في الاسانسير، اي اسانسير او الونش تلاقي القومه بتاعته شديده شويه. اما القفص سنجاب فتلاقي سرعته او تديله الكهرباء يشتغل مباشره. يبقى اول حاجه في العضو الداري ملفوف صيانه معقده ومكلف، في العضو الداري قفص سنجاب سهل الصيانه واقتصادي، في العضو الداري ملفوف بنقولها هنا يبدا الحركه بصوره معقده، في العضو الداري قفص سنجاب يبدا الحركه بسهوله ويسر. رقم ثلاثة، عزم البدء في الملفوف شديد، عزم البدء كبير وتيار بدء منخفض. وتيار البدء ده له قصه بعد كده ان شاء الله نشرحها في الحلقات القادمه. اما في المحرك الاستنتاج القفص سنجاب عزم البدء صغير وتيار البدء عالي، تيار البدء عالي.
واي موتور يشتغل في البيوت هتلاقي ايه؟ تلاقي اول ما توصل الكهرباء تلاقي النور سيط ورجع تاني. طبعا دي ليها قصه، هتقول لي ان تيار البدء عالي، عايز تيار بدء عالي، او تيار البدء عادل من 6 ل 10 مرات من تيار الحمل الكامل، او تقول لي عايز عزم بدء شديد. ده الكلام للعامه، للفنيين هنقول لك ارجع لقانون لينز. قانون لينز، لان القوه الدفع الكهربيه العكسيه في ملفات المنتج او ملفات العضو الثابت في لحظه التوصيل بتساوي صفر، وبالتالي بيقع جهد المنبع كله على مقاومه ملفات المنتج، وهي مقاومه صغيره جدا، فبتقسم الضغط على التيار، فبينشا تيار كبير جدا 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 لحظيا يسمى تيار بدء الحركه، ويجب الحد منه، وان شاء الله له شرح بالتفصيل. فانا بقول لك هنا في القاف السنجاب تيار البدء عالي، ولذلك اي موتور يجي يشتغل في المنازل او في اي مكان تلاقي النور بنقولها بالبلدي كده بيسقط ويرجع تاني. انا بس بوضح اذا تيار بشمعنى تيار البدء هنا عالي، هنشرحه بالتفصيل في طرق بدء الحركه. نرجع للمقارنه، جوده اقل نسبيا وسرعه متغيره مع الحمل في القاف السنجاب، جوده عاليه وسرعه تكاد تكون ثابته. في الملفوف سرعته بتقل بزياده الحمل. الدليل اقول لحضرتك الاسانسير وهو طالع فاضي سرعته بتبقى عامله ازاي؟ صح عالي. طب لما يركب فيه الناس او الحمل بتاعه سرعته بتبتدي ايه؟ تقل. يبقى هنا ده بالنسبه لي عضو داير ملفوف. ليه؟ السرعه بتقل كلما زاد الايه؟ الحمل. اما القفا السنجاب هنقولها كده يعني بسيطه، موتور الغسالات سرعته تقريبا بتفضل ايه؟ ثابته، مش كده ولا ايه؟ الى حد معين وبعدين تبتدي السرعه تقل وتقف. صح؟ احنا بنقرب وجهات النظر عشان تفتكر المقارنه بطريقه بسيطه بدون ما نقعد نشرح فيها. طيب تعالوا نكمل المقارنه مع بعض ونشوف هتقول لنا ايه تاني. فالعضو الداري الملفوف معامل القدره منخفض نسبيا. صح؟ ليه يا استاذ؟ ليه يا مستر؟ ليه يا بنات؟ برافو عليك. معامل القدره في العضو الداري الملفوف فعلا منخفض، لان عندي نوعين من الملفات، ملفات العضو الثابت وملفات العضو الداير. اما القفا السنجاب معامل القدره بتاعه عالي. ليه؟ لان عندي معامل قدره عندي ملفات المنتج بس اللي هي ملفات العضو الثابت، والكلام ده موجود واحنا قلناها على المقارنه. احنا بنوضح المقارنه من الشرح بحيث ان انت المقارنه ممكن تجيبها من الشرح من غير ما نقعد نحفظها. مش بقول كده عشان ما تحفظهاش، لا تحفظها طبعا مع الفهم، مع الفهم. ربنا يوفقكم جميعا. العضو الداري الملفوف يقول لي اقل استخداما وانتشارا في الصناعه، اما القفا السنجاب زي ما قلنا اكثر استخداما وانتشارا في الصناعه. طيب في العضو الدائري الملفوف يستخدم في الاحمال التي تحتاج لعزم بدء كبير، وزي ايه؟ احنا قلنا الاسانسير يعني المصاعد، الاوناش. اما في القفا السنجاب فيستخدم في الاحمال التي تحتاج الى سرعات ثابته، ودي منتشره في الحياه العمليه بكثره جدا، قلنا زي مواتير الميه وزي الغسالات زي. فالاكثر استخداما القفا السنجاب، والاقل استخداما الملفوف، والاسباب حضراتكم شفناها مع شاشتنا في المقارنه. ابنائنا وبناتنا كده يبقى التركيب للمحرك الاستنتاجي الثلاثي الاوجه والمقارنه بين العضو الدائري الملفوف والعضو الدائري القفا السنجاب اخذناها. ده دايما بيجي عليه اسئله في امتحانات اخر العام. دايما بيجي عليه اسئله في امتحانات اخر العام، لان من المحركات المهمه جدا، وزي ما شفناها منتشره في الحياه العمليه بكثره جدا. تعالوا نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده او النقطه اللي بعد كده. المجال المغناطيسي الدوار. المجال المغناطيسي الدوار هو مجال ينشا من مرور تيار في ملفات العضو الثابت، وهو مجال ثابت القيمه ويتغير موضعه من نقطه الى اخرى. هو مجال مغناطيسي ثابت القيمه ويغير موضعه من نقطه الى اخرى في اتجاه دوري واحد. ثابت القيمه ويتغير في الاتجاه او يتغير من نقطه الى اخرى. الكلام ده بقوله ليه؟ لان احنا هنعرف
ما معنى قيمة المجال الدائر في شرح الانزلاق. النقطة اللي بعد كده أبنائنا وبناتنا هي شكل الموجة الجيبية. دي مهمة قوي 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 أبنائنا، لأن على أساسها بتعرف إزاي المحرك بيشتغل. الموجة الجيبية في الثلاثي الأوجه، لو أنت قلت الوجه الواحد بيبدأ من الصفر، في موجة تانية أو وجه تاني بيتأخر بزاوية، واللي تحت بيتأخر بزاوية، يبقى عندي الثلاث أوجه. محصلة الثلاثي الأوجه تزيد عن قدرة الوجه الواحد بمقدار 150%. دي ليها عملية حسابية وإثبات رياضي هنقوله مع بعض، رتوش مش رتوش عشان نفهمه، لأن حضراتكم إن شاء الله ما تكملوا معاهد وكليات بيبقى فيه روبرتات أبحاث كتير جدا، لأن من العوامل المؤثرة في تطور صناعة المحركات إزاي أعرف أو أعلي قيمة قدرة المحركات الثلاثي الأوجه عن الوجه الواحد. دايما قدرة المحرك الثلاثي الأوجه تزيد عن قدرة الوجه الواحد بمقدار 150%، أو بيقولها في بعض الكتب 50% بجانب 100%. شكل الموجة الجيبية هنوريها لكم على شاشتنا هنا، شاشة قناة التعليم الفني، مرة بالألوان ومرة بالأبيض والأسود، وعايز تشوفها وتحللها. طب احنا خدنا الكلام ده قبل كده في سنة تانية يا مستر، صح صح، تعالوا نذكركم مع بعض بيها، ودايما بتبقى مهمة جدا. ارسم الشكل الموجي للمجال المغناطيسي الدوار للمحرك الاستنتاجي الثلاثي الأوجه. بصوا مع بعض كده على شاشتنا هنشوف ايه. نلاحظ هنا شكل الموجة الجيبية، 1 2 3. نلاحظ كده لو جبناها بالألوان هنقولها مع بعض ازاي. ادي الموجة بتاع الوجه الأول، خد بالك معايا، نازلة عند كام؟ 180 360. الوجه الثاني، ركز كده مع بعض، بياخد تلتين المسافة اللي هي 866 من 1000 بالنسبة لي اهي، ونازل هنا على زاوية 63، يفرق من القيمة العظمى بالنسبة لي على الموجة الأولانية 30 درجة تأخر، ويكمل الموجة بتاعته عادي جدا. الوجه الثالث، ركز معايا بقى كده هنا، يبدأ ها من عند كام؟ 120. يبقى الفرق ما بين الوجه الاول والثاني، برافو عليك، لا مذاكرين، ما احنا عارفين يا مستر ان الثلاث اوجه الفرق بين كل وجه والاخر 120 درجه. ليه؟ لان هنا الزاويه الدائريه للموجه الجايبيه 360 درجه، تقسم على ثلاث ملفات، يبقى 360 على 3 هتديني 120 درجه، الفرق بين كل وجه والاخر في الثلاثي الاوجه. بنات اي برافو عليك، احنا خدناها يا مستر في النجم والدلتا فعلا، صح ده السنه اللي فاتت، تمام كويس قوي، ربنا يوفقك. تمام، احنا بنكمل على ما درث في الاعوام السابقه، وده من احدى تطوير او احد تطوير المناهج في الوزاره، بيحاولوا يربطوا المناهج مع بعضها ثم مع احتياجات سوق العمل. شكل الموجه اللي قدام مني عباره عن ثلاثيه الاوجه، فرق بين الوجه الاول والوجه الثاني والوجه الثالث، وده ملاحظينه بالنسبه للالوان عندي، ده الوجه الاول ثم الوجه الثاني على بعد 120. لو انت مشيت مع الوجه الاخضر هتلاقيه بادئ من كام؟ على خط المحور بتاعي من 240 درجه. يبقى انت عندك 120 ثم 240 ثم 360 درجه. ده الشكل الموجي للمجال المغناطيسي الدوار الناتج من توصيل ملفات العضو الثابت بمنبع تيار متردد. تعالوا نشوف مع بعض كده الشكل بتاعه هيكون ازاي بالنسبة للملفات. لو لاحظت هنا ادي الملف A والملف B والملف C، هتلاقي الملف A بالنسبة لي هنا، لو جيت هنا عند الزاوية دي كده يبقى زاوية كام؟ 90. هتلاقي الملف B بالنسبة لي عامل زاوية 120 درجة. لو نزلت مع الملف C هتلاقيه مكمل هنا بدايته عند 240 درجة. في الآخر بالنسبة لي هنا البي أو الأي والبي والسي. التلات أوجه هنا هقول لك التوصيل يختلف.
انا شفت لك او عملت لك الملفات على الزوايا وجبناها بالموجة الجيبية. الزاوية بتاعت حضرتك يا باشمهندس، يا باشمهندسة، الزاوية كام؟ 120 درجة بين كل وجه والاخر. حضرتك مهندسين هتتحسب الزاوية الدائرية 360 على 3 اوجه هتبقى 120. الكلام ده بنقوله لان ربط المناهج بالمعاهد والكليات في بعض. المناهج في الكليات والمعاهد تخصصات معينة يقول لك انا هحط 6 ملفات اوتوماتيك على طول، هتقول الزاوية الدائرية الموجة جابية ثابتة 360 تقسم على عدد الملفات هتطلع لك 60 درجة، ده لو 6 ملفات. احنا قلنا هنا شكل الموجة الجيبية وقلنا شكل الملفات وعملناها ازاي بالزوايا. طيب الحركة بتتم ازاي في الملفات؟ انا عايز اكون دقيق شوية، انا راجل فني بتاع كهربا. حاضر، تعالوا نشوفها في الاوضاع بتاعتنا سنة بسنة وهنشوفها مع الشكل العام كله. تعالوا نشوف مع بعض شاشتنا هتطلع لنا ايه بالنسبة لك. ادي الوجه الاول، بص هنا كام زاوية، كام 180. بص للوجه التاني كده، خد بالك انا قلت 866 فرق الزاوية اللي هي الجذر 3، الزاوية التي ظلها 30 درجة، جذر 3 عندي اللي هي جذر 3 على 2 اهي. بص لي كده، زاوية كام دي؟ 120. جبتها منين؟ اقول له حضرتك اهي هنا كام؟ 90 درجة. يبقى بعدها بزاوية كام؟ 30 ابدأ الوجه التاني وهو عامله لك هنا. طب الوجه التالت بص بادئ منين؟ من متقدم الموجب عندي، مكمل هنا على زاوية، بادئ هنا على زاوية 60 ومكمل هنا هنا هنا، هيبدأ على كام؟ على 240 درجة. كل ده بالحسابات وبالرياضيات هتحسب الزاوية والزمن، الزاوية والزمن عشان تنتج قدرة كبيرة تعادل 3 مرات من قدرة الوجه الواحد. طب انا لو عملت الكلام ده يا مستر على الملفات وشفتها، طب ايه رأيك ما دام مش هتختلف معايا تعالوا نشرحها مع بعض. بفرض انه عندما تكون موجة التيار في النصف الموجب فان التيار داخل للملف واشارة البداية موجبة والنهاية سالبة يعني خارج. بفرض انه عندما تكون موجة التيار في النصف الاول السالب فان التيار خارج من الملف واشارة البدء سالبة والنهاية موجبة. الكلام ده شفناه على الشاشة بالنسبة لنا. وبفرض ان البدايات للملفات X وY وZ يبقى النهاية، او البدايات U V W يبقى النهاية X Y Z على الترتيب. وين؟ الوجه الاول اللي واحد والوجه الثاني الاثنين والوجه الثالث الثلاثة. في بعض الكتب لسه موجودين اللي هي بدل ال واحد وال اثنين وال ثلاثة R وS وT الاثنين سيان، هي مسميات للتحديث في المناهج والتطور في المادة العلمية. كتبت ال واحد ال اثنين ال ثلاثة واحنا واخدين الكلام ده في حلقات الرسم مش كده، واللي هي الباور سبلاي ال واحد وال اثنين وال ثلاثة او الار والاس والتي. ده البدايات بتاعتنا في الاطراف لملفات العضو الثابت سواء للمولدات او للمحركات. طيب دي احنا حضرتك قلتها لنا كده الفرد والكلام من ده، وده شكل الموجة وعملناه. ايه اللي هيحصل معايا في المحرك؟ حاضر، ركز معايا بقى الرسومات دي يا مستر كلها. اقول لحضرتك افترض ان الوجه هنا ايه؟ خد بالك كده بالنسبة لك الملف بقى عامل ازاي والملفين التانيين فين. ده كده الزاوية كام؟ صفر. حرك الملفات، احنا بنتكلم في واحد على 100 من الثانية زي بيقولوا، الكلام ده كله بنشرحه. حرك الملفات، هتلاقي الملفين دول اتحركوا بزاوية كام؟ 30. خدت بالك من النورث اند ساوث اتحرك ازاي؟ يبقى انا كان زاوية كام؟ صفر، وهنا زاوية 30. ركز معايا الملفات اللي فوق دي بتتحرك شمال ازاي؟ طب والتانية؟ هنا بقى زاوية كام؟ 60. بص الملف الاولاني اللي هو الاي اي او النورث اند ساوث هنا بقى هنا زاوية كام؟ 60. خدت بالك الملفين التانيين اتحركوا ازاي؟ واحد في اتجاه والتاني في الاتجاه. ايه اللي بعد كده بقى زاوية كام؟ برافو عليكوا، زاوية 90 تعامد. هتلاقي الملفين قصاد بعض متعامدين، وهنا الملف في النص عمودي على المحور بتاعك زاوية كام؟ 90. طب هات هنا زاوية كام؟
120. لاحظت هنا ده لو ركزت كده، ركزوا مع لابنائنا وبناتنا شاطرين، او بص كده عاملين كده، بص ده زاويه كام 60، ده زاويه كام 30. ركز كده المحاور بتاعتها والرسمه شكلها قريب من بعض، بس مره موجب ومره ايه سالب. هنا بقى زاويه كام 120. خدت بالك من الملفين اتحركوا ازاي مع الملف الرئيسي اللي هو موجود عليه النورث اند ساوث. هنا بقت كام 150. ادي الملفات، بص كده بقت 100 وكام و80. رجعت لفين؟ للبدايه بتاعتي. رجعت لفين؟ للبدايه بتاعتي. بس هنا كان في اتجاه النورث اند ساوث. بص الاقطاب هنا بقت فين؟ اتعكست. يعني من زاويه صفر الى 180 اتعكست القطبيه. ده صح، مره موجب ومره سالب. ولذلك قلت لك في التعريف هو مجال ثابت القيمه ويغير موضعه من نقطه الى اخرى. طب لو قلناها من زاويه الى زاويه، صح صح. طب لو قلناها ثابت القيمه ولكنه متردد في الاتجاه، متغير في الاتجاه، صح صح، كلها مظبوط. لكن احنا لما جينا قلنا هذا الكلام في الشرح، جبنا لك مره بالموجه ومره بالرسم بتاعي على الملفات، وكمان مره باتجاه الحركه، ورينا لك زاويه زاويه. زاويه 30 بقت فين الملف الرئيسي، والملفين التانيين بيتحركوا ازاي. زاويه 60 الملفين اتحركوا ازاي، والملف الرئيسي بقى اتحرك ازاي، لغايه ما وصلت نصف الموجه 180 درجه. اثبتنا هذا الكلام. لما كان اتجاه السهم في اتجاه صابع هنا كان لسه بصفر، لما لف زاويه 180 اتعاكس الاتجاه، بقى هنا السهم الناحيه الثانيه في اتجاه الاصابع الناحيه الثانيه. ده الكلام للشرح بالنسبه لك كفني ماهر، انك انت ان شاء الله لما تطلع المعاهد او الكليات هتاخد الكلام ده بالحسابات الرياضيه مع الرسومات ديت مع الزياده لزملائنا اللي هيدرسوا. طيب المجال الدائر، احنا قلنا مجال ثابت القيمه ولكنه غير موضوعه من نقطه الى اخرى. انت عايز توضح لنا ايه يا مستر؟ عايز اقول لك ازاي بتشتغل المحركات الاستنتاجيه. انت بتدي له كهرباء بيشتغل، ماشي، ده في للعامه. انت كراجل فني ايه اللي بيحصل؟ طيب بناتنا النهارده فايقين قوي، ده عادي جدا، ده في مجالين يا مستر، صح. طب تعالوا نقولهم كده وبعدين نشرحهم على الرسم. عند توصيل ملفات العضو الثابت بمنبع التيار المتردد هينشا ايه؟ ايوه كده يا شباب، مجال مغناطيسي ماله ثابت القيمه ولكنه غير موضوعي من نقطه الى اخرى. ده المجال مين؟ المجال مين؟ المجال الدوار. برافو عليك. يبقى هنا اول حاجه هينشا مجال مغناطيسي ثابت القيمه ولكنه متغير فين؟ في الاتجاه. هيعبر الثغره الهوائيه، هيقع منه شويه، هيعبر الثغره الهوائيه فيقطع ملفات العضو الدائر الساكنه، الساكنه، وهاخد الكلمه دي شويه، الساكنه، فيولد فيها قوه دفعه كهربيه مقصوره على نفسها تولد مجال اخر. نتيجه تفاعل مجالين بينشا عزم الدوران للمحرك. يبقى هنا لاحداث اي عزم دوران لابد ان يكون هناك مجالين. تمام؟ الكلام ده في كيفيه احداث عزم الدوران للمحرك الاستنتاجي الثلاثي الاول. ابنائنا وبناتنا نرجو نكون قد اسعدناكم اليوم، وان شاء الله نكون في استفاده، والى اللقاء في الحلقات القادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.